لكم اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو طبعا راح نلعب لعبه المارد الازرق اللي هو اكيناتور. طبعا هذا هو يعني المارد الازرق، فهو يعني احنا بنحكي له يعني احنا بتكون ببالنا شي شخصيه هو يعطينا اسئله ولا احنا لازم نجاوب عليها، وبعدين هو راح يحاول انه يعرف هاي الشخصية اللي احنا قاعدين بنفكر فيها. فيا جماعة قبل ما نبلش هذا الفيديو اشتركوا بقناتي، حطوا كثير لايكات، خلينا نوصل 50,000 مشترك بأسرع وقت في هذا الأسبوع. خلوا مفاجأة لعيد ميلادي، ضل يوم واحد على عيد ميلادي يوم الخميس إن شاء الله. يا جماعة خلونا هلا نوصل 50,000 مشترك بأسرع وقت، اشتركوا حطوا لايك هلا خلونا نبلش. اوكي طبعا اوكي رح نبلش بهاي اللعبة اللي هي اسمها اكيناتور. رح اترك رابط هاي اللعبة بصندوق الوصف. طبعا انا لعبتها قبل بس هلا رح العبها. انا بدي افكر بحالي، يعني افكر باسراء جيمر اليوتيوبر اللي عندها 43,000 مشترك، اللي عندها هيك مشتركين، وانا يعني بدي افكر بحالي واشوف اذا هو رح يعرفني انا او لا، وكمان حشوف دانا اختي اذا رح يعرفها او لا. بس هلا خلونا نبلش. اوكي يا جماعة زي ما تشوفون هون حاطة دانكن المكان يلي فيه هيك الاكيناتور، فاحنا هلا طبعا رح نضغط على تحداني اوكي عشان نبلش. هيا ننطلق يا جماعة خلونا نبلش. اوكي رح نبلش بأول سؤال يلي هو هل الشخصية انثى؟ ايه نعم. هل هي من فرقة بنات كورية؟ لا انا كورية، انا ايدل، انا من فرقة لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ ايه انا يوتيوبر نعم. هل الشخصية متزوجة حاليا او سابقا؟ لا. هل هذا الشخصية اخت؟ ايه. هل الشخصية من اصول مصرية؟ لا. هل الشخصية في عمر الطفولة؟ ايه. هل تعيش الشخصية في امريكا؟ لا انا بعيش بالمغرب وانا مغربية واصولي مغربية كل شيء مغربي. هل الشخصية تعيش في الكويت؟ لا. هل الشخصية توأم؟ لا. هل تعيش الشخصية في السعودية؟ لا أنا عم عايش بالمغرب. هل الشخصية من أصول سورية؟ لا. هل الشخصية من قطاع غزة؟ لا. هل الشخصية من الأردن؟ لا. هل الشخصية لا أخ أكبر مني؟ لا. هل الشخصية من أصول مغربية؟ إيه أنا أصولي مغربية وعايش بالمغرب. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ إيه. هل استهدف الشخصية عند إيه اليوتيوب؟ ايه عن طريق الالعاب الالكترونية. اسراء جيمر يوتيوبر مغربي يعرفني يا جمالك السوري اللي حاط لكي انا بالله يعني هاي انا، هاي انا يا جماعة، هاي انا يو لكو السوري البنت بتشبهني. او ماي جاد ما بعرف رح نحكي نعم. نايس. طيب هاي رح نسوي العب من جديد هلا رح نفكر بشخصية اختي دانا. رح نشوف هل الشخصية ترتدي ملابس رجالية؟ لا. هل الشخصية متزوجة؟ لا. هل الشخصية في عمر الطفولة؟ من الممكن. هل لدى الشخصية اخت في نفس مجال الشهرة؟ ايه. هل الشخصية لها أخ أكبر منها؟ لا. هل تتدي شخص الحجاب؟ لا بس إن شاء الله لما أنا أقتنع أختي كمان أقتنع يعني ونكبر هيك شوي إن شاء الله نتحجب وبس. هل الشخصية من أصول مغربية؟ إيه. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ طبعا أنا رح أفكر بقناة أختي فنعم. هل الشخصية ذكر؟ لا. نعم. لا مو اسرع جيمر. نعم نستمر. هل شخصية من لعبة جاشا لايف؟ لا. هل شخصية من لعبة فري فاير؟ لا. هل لدى شخصية اخت؟ ايه. نيلك يلا. هل شخصية من احدى دول المغرب العربي؟ ايه من المغرب. هل الشخصية شعر رأس أسود؟ كيف يعني؟ شعر رأس أسود لون هاد أسود يا جماعة هاد أسود ما بعرف. المهم أختي
أعلم. نعم من قارة أفريقيا، مشهورة بسبب ألعاب الكاشل. لا 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 لا، نعم. هالشخصية أنسى إيه؟ هل تحب الشخصية لعب فري فاير؟ صراحة يعني أختي تحب لعبة فري فاير بس ما بتلعبها بالقناة، فلا. هل تعيش الشخصية بمصر؟ لا. هل تطلع النظارات؟ لا. هل لا مو أزرق. هالشخصية عربية؟ إيه طبعا. لا نعم لا مو شعرة. هل الشخصية رفض إظهار وشه لحد الآن؟ أختي ما عم تطلع وشه لهيك. نعم بس إذا وصلتوا أكبر عدد مشتركي إن شاء الله كمان طلعوا وشه، يعني وصلوها كمان أنتوا لعشرة، لا مو عشرة ألف، وصلوها يا جماعة الأربعين ألف مشترك مشان كمان طلعوا وشه. ما بعرف بس يعني ما بعرف، هي بتبقى هيك يعني إرادتها هي، وإذا حبت تطلع وشه هيك. هل تحترف الشخصية الغناء؟ نعم. لحظة والله أنا كمان بعرف غني، أنا وياها مو كثير بس عم نحترفه يعني. لا هالشخصية بيضاء، شو شلون بيضاء؟ أنا لا أعلم. هالشخصية الشعر أسفل اللون؟ لا. هالشخصية مولودة في العراق؟ لا. هالشخصية نحيفة؟ مو نحيفة ومو سميدة يعني، فهمتوا؟ هالشخصية أخ إيه؟ هالشخصية يلعب ماينكرافت؟ نعم. الشخصية من مدينة طنجة المغربية؟ لا مو من طنجة، أنا أختي من مدينة فاس. لا. هل الشخصية أكثر من 1000 متابع على اليوتيوب؟ أكيد. هل الشخصية علاقة بلعبة جراند ثيفت أوتو يعني جي تي إي؟ جي تي إي؟ لا 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 ما عم نلعب. لا. هل الشخصية بسبب لعبة ماينكرافت؟ لا. هل الشخصية من أصول سعودية؟ لا. كم سؤال؟ يا رب يعرف يا جماعة يا رب. دانا دا أنت تفكر شخصية نادرة؟ لك شلون يا جماعة شلون شلون؟ يو أوه ماي جاد. طلع قناة أختي دانا روزي، تبعي عندي كمان قناة ثانية اسمها دانا روزي، فهو ما طلع قناته دانا جيمر بس طلع قناته الثانية دانا روزي اللي عندها فيها بصون 30,000 مشترك. بركة آخر مرة شفت كان عنده 28,000 مشترك، ما بعرف. المهم دانا روزي رح نحكي، لا عشان احنا بنفكر دانا جيمر. نعم. هل تستعمل الجواز لايف؟ لا. تدرس؟ لا. الشخصية امرأة من الممكن انه مو امرأة كبيرة. هالشخصية سمينة؟ لا مو بقرة. هالشخصية من الجزائر؟ لا انا من المغرب واصلي مغربي وبعيش بالمغرب. هل عمر الشخصية اقل من 10 سنوات؟ لا. هل الشخصية تجيد لعبة ماينكرافت؟ لا. هل تعيش الشخصية مع اختها؟ ايه بتعيش معي اكيد، وين بتكون تعيش يعني؟ هل الشخصية من اصول مصرية؟ لا. للشخصية شعر طويل؟ من الممكن. هل الشخصية اكبر منك سنا؟ ايه. هل تعيش الشخصية في العراق؟ لا. لا 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 مو بالتيك توك. هل تسير الشخصية على قدمين؟ يعني انت بالله عليك شو بدك، وين بدك تمشي يعني، على اجر واحدة او شو؟ اكيد بتمشي على اجر. هل عمر الشخصية بين 12 13 سنة؟ لا. اختي عمري من 14 سنة، لا ما بعرف كم سنة. المهم 14 سنة عمري، لا مو 14 15. انا اختي ما بعرف كم عمرها، صارني بالماضي. اختي عمري بين 15 سنة، مو عمرها 15 سنة. لا. هالشخصية يوتيوبر؟ ايه. هالوالدة الشخصية مغربي؟ ايه. هالشخصية وحيدة ليس لها اخوة؟ لا. هالعمر الشخصي بعد 20 50؟ لا. هالشخصية تستخدم الجواهر؟ وين الجواهر يا جماعة وين؟ لا اكيد. الشخصية ذات بشرة سوداء؟ لا مو سوداء. هل تستطيع التحكم بالشخصية عن طريق الجوال؟ شو بدك انت والله؟ هالشخصية عبارة عن قطة؟ لك انت شو بدك يعني، بدك تجنني؟ لك والله قاعد عم يجنني هذا، لك انا حكي عن الشخصية على شكل قطة. لك لا اكيد. هل تحمل الشخصية نفس لقبك؟ ايه اكيد. لا مو بتركيا. هل تعيش معك في نفس المنزل؟ ايه. هل
الشخص تعرف والديك ايه، لانه هي يعني ابيه وابوه وامي امه يعني احنا خوف. يعني انا حكيت لك من اول انه انا اختي ليش عم تحكي لي تعرف والده ايه؟ يا الله هذا والله بده يجنني. هالشخص معروف على معرفة شخصية بكي ايه؟ يا رب يا رب يا رب اخيك؟ اخيك؟ لا لا ما بدي استمر نشوف. اوكي نادا تي في لعبة الفيديو نادا ناد جيمر ماهر جيمر ما بعرف هدول ليس في القائمة. من الواضح ان لا اعرف شخصي اجا مشكورا اخباري باسم الحق لي ادناه لاتمكن من البحث. اوكي رح نكتب له دانا جيمر بيقدر يعرفه، ما بعرف شو هذا المكان بس بيقدر يعرفه. الوصفات عم يحكوا عنا ألعاب إلكترونية عن لعبة واحدة دانا جيمر يوتيوبر ألعاب إلكترونية ألعاب إلكترونية دانا جيمر. أو ماي جاد أختي إذا عرفت إذا عرفها يا لك لك بس ليش وين وين صورتها يوتيوبر ألعاب إلكترونية يا جماعة هلا عرفها. طيب شو صاير؟ طيب يا جماعة طبعا هيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم زي ما شفتوا يا جماعة. هاي حطينا الشاشة وشفنا يعني ضحكنا مع بعض، والله بده قاعد يجنني، قاعد عم يحكي لي انه هل الشخص اللي بتعيش معك بنفس المنزل؟ ايه انا من الاول حكيت له انه هي اختي، وقاعد عم يحكي لي انه هل الشخص اللي بتعيش معك بنفس المنزل؟ وكان قاعد يحكي لي هي الشخص عبارة عن قطة، يعني شو يعني عبارة عن قطة؟ عن قطة. انا قاعدة عم بحكي لك ان هي انسان وقاعدة عم يحكي لي هي على شكل قطة. لك والله بدي يجنني يا جماعة. بنصحكم انكم تجربوا اللعبة وتبحثوا عن شخصيتكم اذا كنتوا يوتيوبر مشهورين. طبعا انا عارفني بالحال بس اختي ما عرف اعرف قناة التانية بس ما عرف باي القناة فما بعرف يعني شو صار معه. بس المهم يا جماعة بس هيك بنكون خلصنا الفيديو، اتمنى عجبكم، اشتركوا بقناتي وحطوا كثير لايكات، بحبكم، باي.